أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حوارية الليلة. واقع جديد وضغوطات متزايدة للتعجيل بإجراء انتخابات منتظرة. أدبيب الذي أعلن عن خارطة طريق مرتقبة تدعمها تركيا، هل بات مدركا حجم الضغط والرغبة في التغيير عبر الصندوق والتي ترجمت في تسجيل 2.5 مليون ناخب في منظومة الناخبين؟ وهل باتت الانتخابات قريبة كما تحدث أدبيب، أم أن الواقع سيكون خندقا أمام إرادة الشعب ورغبته في التغيير، خصوصا مع طبقة سياسية لا تتفق على ذلك مع خلافها المستمر في بقية الملفات؟ وهل حديث رئيس حكومة الوحدة عن خارطة طريق محددة ومعينة بات أمرا محسوما، أم أنها محاولة من أدبيب لفرض تفاهمات وواقع بعينه؟ لمناقشة هذه المواضيع في حوارية الليلة أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، المحلل السياسي دكتور محمد فؤاد. أهلا بك دكتور معنا. أهلا بك. في حوارية هذه الليلة أيضا سيكون معنا عبر سكايب من روما المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح. أهلا بك أستاذ أشرف. أهلا بكم. أهلا بكم. وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الأكاديمي والمحامي فيصل الشريف. أهلا بك أستاذ أشرف. إذن أرحب بكم جميعا وأبدأ معك دكتور محمد. لعل شيء من الغموض والتساؤلات لفت نتائج زيارة كل من أدبيبة وفتح بشاغة إلى تركيا، بحسب على الأقل ما هو متناقل الآن، إضافة إلى التصريحات المعلنة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد أدبيبة، في تقديرك ما هي مخرجات هذه اللقاءات؟ إلى ماذا انتهت؟ بسم الله، تحية لك والضيوف الكرام ولكل المشاهدين. أعتقد أنها انتهت بتثبيت حكومة الوحدة الوطنية كحكومة واحدة في ليبيا، ولكن في نفس الوقت ليست ضوءا أخضر، يعني استمرار الحكومة لن يكون كما تريد هذه الحكومة إلى ما شاء الله، ولكن أعتقد أننا سنسير إلى انتخابات قريبا أو إلى تغيير هذه الحكومة إذا لم تكن هناك انتخابات. بدون شك أن الحكومة المنافسة اللي هي حكومة السيد فتحي بشاغة أعتقد أنها انتهت سواء سياسيا سواء عسكريا، وهذا لا يشك فيه أحد، ولكن الآن ننتظر من حكومة الوحدة الوطنية أن تفي بوعودها وتذهب بنا إلى هذه الانتخابات. وأنا أعتقد أن الأتراك وغير الأتراك في الحقيقة يودون فعلا الذهاب إلى انتخابات وإخراج شرعية جديدة وبرلمان جديد. أستاذ فيصل الشريف، عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي بشاغة الاجتماع صباحة هذا اليوم ومناقشة عدد من الموضوعات مع وزراء تشكيلة الحكومية، هل يتفق مع فكرة أن زيارة الرجلين إلى تركيا انتهت إلى تثبيت حكومة عبد الحميد أدبيبة ربما وفتح صفحة جديدة، أو دعنا نقول طوي صفحة الخلاف السابق؟ مساء الخير لك خالد ولضيفيك ومشاهديك الأكارم. يعني ربما هو الطي، إذا ما تحدثنا عن الطي فهو طي لصفحة حكومة الحكومة الموازية. نعلم جميعا اليوم يعني أن الظروف تغيرت وأن المعادلة قد تغيرت بالمطلق، سواء عن المعادلة على الأرض أو ما يسمى بين هلالين ما يطلقون عليه القوى الفاعلة على الأرض التي يجب عليها أن تقول كلمتها وقد قالت كلمتها، وكذلك في البعد السياسي. في البعد السياسي لم تعد هذه الحكومة الحكومة الموازية تمثل أي ورقة، ربما بشكل مؤقت يحتاجها عقيلة صالح وخليفة حفتر لاستخدامها كورقة ضاغطة يعني على الأطراف الأخرى، أو في محاولة لأن يقولوا أن لازلنا نحتفظ بحكومة موازية معنا، وعليكم أن بالتالي أن تبحثوا معنا مسألة حتى إن عرضوا مسألة حكومة ثالثة. لا أعتقد أن الأجسام السياسية الموجودة حاليا تبحث عن بالفعل عما يريده الشعب الليبي وهو المضي نحو الانتخابات، لأن نعرف أن المعادلة في أساسها هي معادلة إقليمية دولية ولم يتم التوافق على قاعدتها الدستورية أو التوافق على القوانين الانتخابية اللي أصدرها بشكل أحادي عقيلة صالح في مرحلة ما ثم كفر بها بعد ذلك. واليوم نرى أن يعني كل تصرفات الحكومة الموازية ورئيسها فتحي بشاغة وحتى ذهابه إلى سرت، يعني هو يعني ذهب إلى سرت يبدو أنه ينوي أن يطيل المكوت في سرت ولن يكون له أي خيارات أخرى على المدى القصير والمتوسط، لأن الجميع اليوم يبحث عن حلول
الحلول التي يبحث عنها عقيلة صالح والمشري بشكل يعني مركز، وخصوصا نعرف ذلك من تغريدة المشري الأخيرة التي يريد أن يركز فيها على أن الحل يجب أن يكون في حكومة، في حكومة حادية عشر، يعني في حكومة، في حكومة طيب. تسيطر هذه الفزاعة التي يطلقون لها أنها تسيطر على كل الأراضي الليبية ويمكنها إجراء الانتخابات، وهذا حديث مفرغ من محتواه، ونعلم أن المراد منه هو البقاء والاستمرار في السلطة والتمديد لهذه الأجسام والتنقل من موقع إلى موقع آخر. طيب، وهذا أعتقد كل هذه التقديرات أستاذ فيصل، لكن إذا سمحت لي أستاذ أشرف الشح، هذه التقديرات هل تتفق مع مسألة أن السيد فتحي باش آغا يعقد اجتماع مع حكومته عقب الزيارة إلى تركيا، لأن هذا المعطى أو عقد هذا الاجتماع قد يشير إلى أن زيارة تركيا انتهت إلى لا شيء، أن الواقع ما زال كما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك خالد وللأخوين العزيزين فيصل ومحمد فؤاد والأستاذ المشاهدين. دعني في البداية أقدم ما حدث في تركيا بطريقة أخرى. بعد المغامرة التي قام بها فتحي باشاغا والتي باءت بالفشل كما توقعنا جميعا، والتي أفقدته الكثير من النقاط من الناحية السياسية، لأنه كان يحاول طيلة 6 أشهر فرض أمر واقع جديد بحكومة أتت بالتزوير وأتت بصفقات تحت الطاولة، لكي نبقى في دوامة الحكومات والصفقات ونبتعد عن الغاية وهي الوصول إلى انتخابات. هذه المغامرة فشلت وأخذ بها صفعة سياسية كبيرة جدا، ولكن هناك بعض الأطراف تحاول الإبقاء عليه من الناحية السياسية ولا تريد إخراجه بشكل نهائي، ولذلك قامت بوساطة قطرية بإحضاره إلى تركيا ودعوة عبد الحميد الدبيبة وعقد لقاءات غير معلنة، كان الهدف منها الوصول إلى نقطة اتفاق بين الرجلين ومحاولة إعادة توحيد المنطقة الغربية وإنهاء الخلافات الماضية بمحاولة مشاركة بشكل أو بآخر. من رفض هذه المبادرة هو فتحي باشاغا، وكان الوسيط مستاء جدا من هذا الرفض الذي لا بديل له عند فتحي باشاغا إلا الاستمرار بنفس النهج الارتجالي الذي سينهيه بشكل كامل في المستقبل. وكانت اللقاءات مع عبد الحميد الدبيبة بشكل يحاولون معه رسم خارطة طريق واضحة، ليست كالدعايات السابقة التي حدد لها مواعيد ولم يصل فيها إلى شيء أو لم يعمل للوصول فيها إلى شيء. حتى تصريحاته عبر قناتكم وعبر قنوات أخرى كانت تصريحات فضفاضة لم تأتي بجديد ولم تأتي بصورة واضحة للمستقبل. الكل يعلم أن المعركة العسكرية الأخيرة لم ينتصر فيها باشاغا بل هزم، ولكن في نفس الوقت لم ينتصر فيها عبد الحميد الدبيبة، لأن الواقع الأمني هذا مستوى من النقاش سنتقدم إليه أستاذ أشرف، لكن قبل ذلك أنت تتحدث عن معلومات تملكها الآن وتقول بأنه كانت هناك محاولة لتسوية ما بين الرجلين، تسوية وفق أي تصورات؟ يعني ما الذي كان مطروح للتفاهم ولم يلقى قبول من أحد الطرفين كما ذكرت وهو السيد فتحي باشاغا؟ التسوية أساسها هو محاولة تطعيم الحكومة الموجودة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ببعض الشخصيات التي اقترحها باشاغا، بالتالي يكون مشارك من الناحية السياسية وينهي عملية المنافسة والازدواج التي يحاول أن يقسم بها المنطقة الغربية. هذه باختصار المبادرة، ولكن كما أسلفت باءت بالفشل لرفض فتحي باشاغا واستمراره في طموح أن يكون رئيس وزراء بالطريقة التي أتى بها والتي لم يقبل بها لا دوليا ولا محليا. هذا يعني تقريبا بكارثة قتل مدنيين داخل طرابلس. يعني تقريبا هذا ينتهي لأننا الآن في وضع كما هو الحال في السابق ولم يتغير الشيء الكثير. دكتور محمد فؤاد، يعني بالنهاية إذا ما دققت النظر في المعطيات الموجودة في الواقع لا يوجد ما يمكن معه القطع بأن
هناك حكومة انتهت وحكومة باقية وأن هناك ربما واقع مغاير للواقع السابق، على ماذا يمكن أن نبني هذه الفرضية؟ هو أولاً نوضح نقطة بس، يعني أن عبد الحميد دبيبة وفتحي بشاغة لم يلتقيا وجهاً لوجه، يعني هناك وساطات، بس توضيح لكلام السيد أشرف، كانت هناك وساطات من القطريين ومن الأتراك أيضاً، ولكن لم يكن هناك لقاء يعني مباشر بين الرجلين. كان مع فتحي بشاغة أيضاً السيد محمد صبوان، وعبد الحميد دبيبة طبعاً كان معه الوزراء متاعه يعني. فهذه النقطة، المعطيات على الأرض واضحة وموجودة، يعني الهزيمة العسكرية اللي حصلت لفتحي بشاغة على الأرض وخروجه من طرابلس وخروج كل القوات اللي تدعمها من طرابلس هي هزيمة واضحة. الآن يعني كان لا يوجد أي اعتراف سياسي بحكومة السيد فتحي بشاغة، الأمم المتحدة قالت كلمتها أن هذه الحكومة أتت بالتزوير، لم يعترف بها أي دولة في الحقيقة، ولذلك هي سياسيا غير موجودة. اللي حاول السيد فتحي بشاغة هو دخول طرابلس بالقوة وفرض أمر واقع، وهذا فشل أيضا. يعني كانت الورقة الأخيرة عند السيد فتحي بشاغة هو دخول طرابلس بالقوة وفرض سياسة أمر واقع لكي تعترف به هذه الدول، وهذا فشل. وللآن حتى حلفائه، يعني أقرب الحلفاء إليه اللي هم المصريين، يعلمون جيدا أنه فشل ولا يمكنهم الاعتراف به، علما بأن ذكرنا حتى فيما فات أن تاني يوم بعد أحداث طرابلس المصريين طلبوا اجتماع للمجموعة 2+5 أو 5+2، وأوضحوا فيها بجلاء عدم رغبتهم في التحالف. عقد الاجتماع، عقد اجتماع حتى تكون الأمور واضحة، مجموعة 2+5 اللي مكونة من دول الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا، هذوم ثلاثة، واثنين إيطاليا وألمانيا، ثم اثنين الآخرين اللي هم تركيا ومصر، هذه هم السبعة. الاجتماع كان عن طريق الزوم أو عن الاجتماع افتراضي، في اجتماع لنفس المجموعة في برلين يوم 9 إن شاء الله. يعني يوم 9/9 يكون فيه اجتماع آخر. المصريين طبعا هم اللي طلبوا هذا الاجتماع، المصريين يسعوا قالوا احنا ممكن نتخلوا عليه فتحي بشاغة بشرط حكومة ثالثة، ولكن يشترطون شروط أخرى، أن البرلمان يعطيها الثقة ونفس الاسطوانة يعني اللي احنا ماشيين فيها من قبل. الشروط من نوع انهم مستعدين، يجب توفرها او اي انهم شروط مستعدين للتخلي عن فتحي بشاغة في مقابل الذهاب الى حكومة أخرى جديدة. هذا ما يريده المصريين. في الحقيقة لا يوجد دعم كبير لبقاء حكومة السيد الدبيبة يعني، ولكن الدعم الأهم هو الذهاب إلى انتخابات. المشكل الحقيقي أن المصريين يرفضون تماما فكرة الانتخابات، يعني قالوها بوضوح، نحن لا نريد انتخابات. المصريون يرون أن المكسب اللي حصلوه في ليبيا هو البرلمان ووجود البرلمان في طبرق وبرئاسة عقيلة صالح، ومن الصعب جدا التخلي عن هذا، وخصوصا في ظل أن سلبية الشارع، عدم تحرك الشارع وعدم مطالبة القوية في الشارع. أنا أتحدث، أنا أعلم أن معظم الليبيين يريدون الانتخابات، ولكن ليس هناك حراك على الأرض، ولذلك يستغل المصريين هذا الوضع. ولكن في النهاية، لكن بالنهاية إلى أي مدى يمكن، في حال سلمنا بهذه الفرضية دكتور محمد، إلى أي مدى يمكن أن تتمسك مصر بهذا الموقف إذا كانت هناك تسويات سياسية قادمة؟ في الحقيقة لا أدري، يعني ما عنديش إجابة حقيقية لهذا السؤال. يعني احنا ندعمه في الانتخابات ونريد الوصول إلى هذه الانتخابات، وهناك دول كثيرة تدعم هذه الانتخابات، ولكن كيف يمكن الوصول لها؟ هذا هو السؤال. احنا عندنا الآن مبعوث أممي جديد كما يعلم الجميع، المبعوث الأممي حياخذ وقته، يعني مش قبل شهرين أو 3 شهور باش يطلعنا بمبادرة جديدة، ما زال الوقت باكرا الحديث عن هذا. ولكن أنا أعتقد أن نسمع بعض الأحداث أو بعض الأخبار من الملتقى القادم في برلين يوم 9 إن شاء الله، يعني هذا ما زال لها 5 أيام فقط يعني. طيب أستاذ فيصل الشريف، يعني ربما جزء من حالة الغموض اللي لفت نتائج الزيارات والمباحثات اللي عقدت في تركيا أن الجانب التركي لم يتحدث عن أي نتائج. يعني اليوم عندما يخرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية ويتحدث عن خارطة الطريق بدعم تركي لإنهاء الأزمة الحالية في ليبيا، وأن هذه الخارطة ستكون محددة بتواريخ مضمنة فيها وتنهي ولاية حكومته وتقود إلى حكومة منتخبة جديدة، إذا كانت الأمور قد تم حسمها بهذا التفصيل، أليس من المنطق أن يكون الجانب التركي مشارك في إعلان النتائج بهذه الصورة؟ لا، هو شوف يا خالد، يعني بداية ربما النقطة التي أشار إليها أخي أشرف فيما يتعلق بمحاولة إحداث وساطة بين بشاغة ودبيبة في المحاولة للإبقاء على حكومة دبيبة وتطعيمها بوزراء من بشاغة، وأن بشاغة رفض،
ربما يعني أخي أشرف ينطلق من معلومات، لكن مسألة الرفض هنا لا أعتقد أنه يقصد أن بشاغة هو من رفض، لأن بشاغة ليس صاحب المشروع، وأن من يملك الرفض ومن هو معني بالرفض أعتقد أنها الرجمة ومربوعة عقيلة صالح، ومن ورائهم المخابرات المصرية، والمشروع هو في الأساس مصري، يعني هم من يملكون التخلي عنه وهم من يملكون القبول أو الرفض إذا ما عرضت عليهم أي صفقة، سواء حكومة ثالثة أو محاولة التوفيق في هذه الحكومة القائمة، وهذا مرفوض بالنسبة للمصريين. أما ما يتعلق بما تحدثت فيه الآن سيد خالد، يعني لا أعتقد أنا أن السيد دبيبة يستطيع أن يصرح كرئيس حكومة بأي تصريحات منقولة أو تعبر عن موقف، عن الموقف التركي، الموقف السياسي التركي، تصريحات هكذا يعني دون أن تكون هذه التصريحات لها يعني ما يسندها من خلال هذه اللقاءات التي حصلت، وإلا فإنه سيضع نفسه في موقف محرج في مواجهة السلطات التركية، أنه تبنى أي موقف بالنيابة عنهم. فأعتقد أن تصريحاته التي أطلقها إلى حد كبير بالفعل يعني تمثل ربما الموقف التركي الذي يدعم، وقد صرح في السابق وسبق وأن عبر عن دعمه لتطلعات الشعب الليبي، وأنه يدعم الوصول للانتخابات، وربما هذا شأن معظم الدول على الأقل فوق الطاولة يعني وليس تحت الطاولة، للعديد من الدول الأخرى مثل مصر وفرنسا وروسيا التي لا تدعم هكذا مسار، وتدعم كما قال الدكتور محمد قبل قليل تدعم خيار بقاء البرلمان حتى تتحصل على خيارات أفضل، لأن البرلمان وعقيلة صالح هما ورقتان رابحتان في يد المصريين وكذلك حتى الروس والفرنسيس إلى حد كبير، ما لم تكن هناك معادلة أكثر جدوى لهم. لكن الإشكالية دائما يا خالد أنهم دائما يكررون علينا، وخصوصا من يرفعون الشعارات يعني سواء عقيلة بصويت أو يعني كل من هو يتواجد الآن في موقع سياسي من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، يتحدثون عن التداول السلمي على السلطة، وأن الرفض الحكومة للتداول السلمي على السلطة هذا يعتبر إخلال بمبدأ دستوري. وفي نفس الوقت الحقيقة يعني من يتحدثون هذا الحديث يعني إذا سئلوا عن التداول السلمي على السلطة سيقولون لك أن لنا يعني نشغل مواقعنا لدينا 9 أعوام و10 أعوام، أين التداول السلمي في الأنظمة الديمقراطية؟ الحديث عن التداول السلمي على السلطة يتحدث يعني بدرجة أولى يوجه للبرلمانات التي تنتخبها الشعب بشكل طيب بشكل مباشر، ولا توجه للحكومات التي يعينها البرلمانات. قد يكون جزء من الموضوع ما تقول الآن، لكن ربما جوهر الموضوع هو إذا كانت هناك تفاهمات تخص خارطة الطريق فهذا يعني أن الفرقاء أو أطراف الصراع سآتي يا خالد، نعم سآتي لهذه التفاهمات. شوف خالد يعني في تقديري الشخصي أنه يعني أي تفاهمات ربما الآن يعني السلطات التركية تهتم بشكل كبير هو إعادة ضبط يعني ضبط المنظومة الأمنية في الغرب الليبي وخاصة في العاصمة طرابلس، ومنع أي توترات ومنع تنفيذ أي أجندات سواء سياسية أو عسكرية بالقوة يعني تخدم الجانب المصري والأطراف الأخرى المناقضة لها أو التي لا تتفق معها في المقاربات الموجودة الآن. لكن أي مقاربة تطرح اليوم أو أي عملية سياسية تطرح اليوم أو خارطة الطريق لا يمكن أن تجد قبول دون الضغط على الأطراف الذين يعني بالإمكان يعني أن يضمنوا موافقة عقيلة صالح وخليفة حفتر وهم المصريون وكذلك الفرنسيس وكذلك الروس إلى حد كبير، باعتبار أن يعني لا عقيلة صالح يملك قراره ولا خليفة حفتر يملك قراره، وهذا ربما ما جعل حتى غسان سلامة في الماضي يذهب إلى برلين 1 و2 في محاولة لإحداث أي مقاربة من خلال الدول الفاعلة على الأرض في ليبيا. ربما ما قلت يدعم ما ذكر الأستاذ أشرف الشح من أن السيد فتحي باشا قد رفض ما هو مطروح من مقاربة تشكيل ربما أو تعديل وزاري يتم من خلاله إدخال بعض وزراء حكومته في الحكومة الحالية والإبقاء عليها، لكن في هذه النقطة أستاذ أشرف يعني كيف يمكن أن نتقبل أو نفهم فكرة أن الطرف اللي خسر معركة على الأرض، إذا كان واقع الحال فعلا على الأرض أن هناك طرف خاسر لمعركة، كيف يمكن أن تعرض وساطات على هذا الطرف تسمح بإشراكه في حكومة موجودة ويقابلها بالرفض؟ هل يبدو هذا الشيء منطقي؟ لا، شوف، هو تصديقا لما قال فيصل أن مقاربة فتحي بشاغة هي مرتبطة بحفتر وبعقيلة، لا زال فتحي بشاغة لم يصحو من الصدمة ولا يحكم عقله ولا زال مرتهن
لدى شركائه في الصفقة. هو يعتقد أنه لو قام بأي مبادرة في اتجاه توحيد المنطقة الغربية وإنهاء هذا النزاع سيفقد تحالفه مع الرجمة ومع جيلة صالح. لذلك رفضه ينطلق من خوفه من فقد هذا التحالف الذي لا أعلم كيف يفكر فتحي بشاغة ماذا سوف يستفيد في المستقبل من هذا التحالف. لم يكتشف بعد أنهم اختاروه ليس محبة فيه ولكن اعتقادا منهم بأنه يستطيع دخول طرابلس بالقوة. اليوم بعد فشله في دخول طرابلس بالقوة فهو سوف يكون أداة في يدهم. البقاء في دائرتهم يبقيه كأداة، يبقيه كورقة، كورقة يلعبون بها ويفاوضون بها ويتخلصون منها في وقت ما. بالتالي فتحي لا يعمل بطريقة السياسي الذي يمتلك زمام أموره، يمتلك حرية الاختيار، يملك الموقف. لا زال مرتهن لدى الطرف الذي عقد معه الصفقة. وأعتقد أن الوساطة القطرية التركية وجلب فتحي بشاغة إلى اسطنبول خاصة بعد المعركة في طرابلس وبعد الجرائم التي قام بها في طرابلس جماعته وقتل المدنيين، أعتقد أن هذا يترجم بأن القطريين والأتراك لا يدعمون الرجلين بشكل مباشر أو ليسوا مصطفين اصطفاف كامل. لأنهم لو أنهم مصطفين اصطفاف كامل لما كانوا دعوا فتحي بشاغة بعد هزيمته، بل بالعكس ربما اتخذوا مواقف متشددة مما قام به ومن الجرائم التي ارتكبت خلال يوم السبت الأسود الماضي. سنعود للموقف التركي أستاذ أشرف، لكن لماذا تفسر بأن إصرار فتحي بشاغة على الاستمرار في مشروعه كرئيس للحكومة المكلفة المجلس النواب هو ارتهال لطرف من أطراف الصراع؟ لماذا لا يكون هذا خيار سياسي بالنسبة للرجل؟ لا فتحي بينه وبين نفسه مقتنع أنه لن يصل إلى مركز رئيس وزراء حتى بعد 100 عام إن كان ربي أعطاه العمر. الرجل يعقد اجتماع اليوم لتشكيلة وزارية ويقودها كرئيس حكومة. نعم هذه بروباغاندا يحاول الظهور بمظهر أنه لا زال في موقعه ولا زال صامدا وأنا قاعد هنا والكلام الفاضي هذا. لكن أعتقد أن الراجل ينطلق الآن من منطلقات عاطفية. هو هزم ومرغت أنف منبعتهم في التراب، اليوم يحاول الانتقام بأنه لن يتخلى عن هذا الموقع إلا عندما يتخلى عبد الحميد الدبيبة. يعني أن الهدف لم يعد الوصول إلى رئاسة الحكومة ولكن الهدف التخلص من عبد الحميد الدبيبة ومجموعاته. بالتالي أصبح الموضوع تحدي مهما كلف ذلك من مستقبل الرجل سياسيا. دكتور محمد فؤاد، افتراض أن الحكومة التركية أو الجانب التركي بات يصطف إلى جانب أحد الطرفين اليوم ويؤيد ربما اليوم وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فإن تصريحات الرئيس التركي تصب تقريبا في اتجاه أن هذه الحكومة باقية إلى حين إجراء انتخابات، وبالتالي البعض قرأ هذا على أن الجانب التركي خرج بنتائج أنه يجب الاستمرار أو يجب الوقوف خلف هذه الحكومة ودعمها. لكن في المقابل فيه من يرى بأن الجانب التركي يكاد يقترب من الموقف المصري وربما هناك حتى تفاهمات بين الطرفين على محاولة ربما إبرام تسوية سياسية تكون مرضية لطرفي الصراع الليبيين. شوف أنا حنبدأ من السؤال الثاني، يعني التفاهم التركي المصري في الحقيقة هذا إلى الآن غير موجود، لا يوجد أي تفاهم مصري تركي، بل بالعكس هناك خلافات كبيرة بين الطرفين وهذا مؤكد. يعني كل محاولات التقارب المصرية التركية فشلت فشلا ذريعا بسبب بسيط جدا، لأن المشروعين مختلفين جدا. يعني المصريين لا يريدون انتخابات، يريدون حكم شبيه بالحكم الموجود عندهم، حكم عسكري أو إن لم يكن عسكري نوع من الحكم المستقر الدكتاتوري اللي هو الحاكم موجود لمدة طويلة، وهذا ليس في مصلحة الأتراك. فلذلك الخلاف المصري التركي خلاف كبير جدا. لا تعتقد بأن زيارة عقيلة صالح إلى تركيا والحديث الآن ربما عن زيارة محتملة ومفترضة للرجل زيارة ثانية إلى تركيا أيضا قد تكون مؤشر على تقارب مصري تركي في الملف الليبي تحديدا؟ الأتراك حريصين على أن تكون علاقتهم بالمنطقة الشرقية علاقة جيدة. الأتراك يحاولوا أنهم يكونوا قريبين من الجميع،
ولكن هذا لا يعني تركيا دولة حقيقية، دولة موجودة، هذا لا يعني التنازل عن مصالحهم. تركيا عندها مصالح. نجول للسؤال الأول، تركيا لا تدعم أشخاص بعينها، يعني تركيا لا تدعم عبد الحميد دبيبة، وإنما تدعم الأمن في طرابلس، وهذا ما حدثت به حتى قبل بداية العمليات العسكرية هذه، وحتى في لقاها اللي كان من حوالي سنتين مع لما عندما طرح مشروع حكومة عقيلة وبشاغة، استدعت تركيا خالد المشري واستدعت معه فتحي بشاغة والتقوا بالرئيس أردوغان، وأردوغان بكل وضوح قال لهم إن هذه الفكرة غير مقبولة، وأعتقد أن خرجت الأنباء في ذلك عن ذلك الاجتماع حتى في الصحافة التركية. فهذا ربما استخدام تعبير استدعت ربما يستوقفنا، ربما يكون يعني حصلت لقاءات، حصلت اجتماعات لقاءات. دعنا من باش من لا 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 فقط نأكد المعنى. أكيد المعنى كان المعنى قد يكون مع العبارة خاطئة يعني. التقى الرئيس أردوغان بخالد المشري وب السيد فتحي بشاغة وأبلغهم بكل وضوح رفض تركيا لهذا المشروع. وحتى في اللقاءات اللي حصلت قبل العملية الأخيرة هذه اللي في طرابلس، الأتراك التقوا بعدة أطراف، أعتقد ممكن حتى الجويلي وفتحي بشاغة ومحمد صوان، سواء كان لقاءات مباشرة أو غير مباشرة، وأبلغوهم بجلاء أنهم رافضون لأي عملية عسكرية في طرابلس، وأن أمن طرابلس خط أحمر. واللي صار حتى في العمليات العسكرية كان هناك نوع من التدخل التركي، وإن كان بسيط ولكن كان نوع من التدخل التركي في هذه العمليات. يعني الكل يعلم أن الطائرات المسيرة كانت طلعت وضربت بعض الضربات. يعني هذا الرفض هل يعني دعم لحكومة الوحدة الوطنية؟ لا لا، هو يعني أن أمن طرابلس خط أحمر، وأن المشروع المصري غير مقبول، لأن مشروع فتحي بشاغة هو مشروع مصري بدون شك، وهذا المشروع غير مقبول. يمكن الأفضل هو الذهاب إلى انتخابات، ولكن كما قلت هذا لا يعني أنهم يدعمون عبد الحميد دبيبة في شخصه، هم يدعموا الحكومة الموجودة الحالية على أساس أنها الحكومة الشرعية، ولكنهم يطالبون في نفس الوقت بالذهاب إلى انتخابات بأسرع وقت ممكن. هذا هو أنا يبدو لي الموقف غير واضح. إذا كان هناك رفض لحكومة فتحي بشاغة من طرف، وحفظ للاستقرار الوضع في طرابلس على ما هو عليه اللي هو موجود فيه عبد الحميد دبيبة رئيس لحكومة الوحدة الوطنية، هذا ضمنا يعني أن هناك دعم لدبيبة ولبقاء في المنصب إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية بشكل ما. بدون شك هذا هو الموقف التركي، ولكن في نفس الوقت هم ما يدعموش، يعني مش عاطين يعني الضوء الأخضر أو كرت أبيض نقوله لعبد الحميد دبيبة، ولذلك هم حاولوا حتى التقريب بين الرجلين. يعني هل نتحدث عن مرحلة فيها دعم مشروط؟ نعم، هذه هي الكلمة الصحيحة، يعني هو دعم ولكن دعم مشروط. الأتراك مستائين من بعض مواقف حكومة الوفاق، حكومة الوحدة الوطنية، على سبيل المثال الصفقة الأخيرة التي عقدت بين عبد الحميد دبيبة وخليفة حفتر حول المؤسسة الوطنية النفط وتعيين فرحات بن قدارة. الأتراك كانوا مستائين لأنهم لم يبلغوا مسبقا، وهذا الأمر يمسهم مباشرة. يعني أنت تعرف أن مشروع التنقيب في البحر المتوسط، المياه المشتركة الليبية التركية الآن حسب الاتفاقية، المفروض أنه يبدأ التنقيب، كان فيه نوع من الاتفاق بينهم وبين صنع الله، وكانوا ينتظروا فيه موافقة الحكومة. الآن كل شيء تغير، وهناك مؤسسة نفط برئاسة جديدة، ويعرفوش حتى موقف رئيس المؤسسة، ولذلك هناك نوع من الاستياء من هذه الأمور. يطالبون بتنسيق أكبر بدون شك، عندهم مصالح في ليبيا، ولكن كما قلت هناك في ملفات متداخلة، هناك يعني دعم ولكن دعم مشروط. هذه طيب كلمة صحيحة. الحديث عن دور تركي في التسوية السياسية أستاذ فيصل الشريف، إذا كان في الاستماع أستاذ فيصل. طيب أستاذ فيصل لا يستمع لنا. أستاذ أشرف الشح، يعني الدور التركي بات غير واضح، ربما في أطراف تحاول إظهار الجانب التركي وكأنه هو يقف في صفها، أو أنه هو داعم لتصوراتها في ما هو حاصل اليوم في ليبيا. هل يمكن الوصول إلى تحليل وفق معطيات واقع حقيقي توضح ماهية الدور التركي في الوقت الحالي؟ هو الحقيقة شيء مؤسف أن يبحث السياسيين الليبيين عن إظهار أن دولة بعينها تدعمه وتدعم وجوده بغض النظر عن موقف الشعب الليبي. من المفترض أن الدعم أو المساندة تكون من أبناء بلدك وليس من دول أو حكومات دول أجنبية.
البحث عن إظهارها وعن إبرازها حتى إعلاميا أعتقد أنه يعبر عن إفلاس سياسي. خليني نقول لك كلام. اليوم التمسك ليس بعبد الحميد دبيبة، اليوم حتى عملية الإعلان عن دعم الحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس، سوف تلاحظون خلال الفترة القادمة أن هناك فرق بين دعم الحكومة ودعم رئيس الحكومة، مما يفتح المجال أمام الحديث عن تعديلات، عن أن والله الحكومة حكومة شرعية تبقى إلى حين إجراء الانتخابات، ولكن الخلاف على رئيسها ربما لامتصاص الاحتقان ولتوفير أكبر قدر من التوافق على المستوى الوطني الليبي لإجراء الانتخابات يمكن البحث عن إجراء تعديل في رئاسة هذه الحكومة، وتبقى الحكومة كحكومة تسيير أعمال لإجراء الانتخابات. تعديل في أي مستوى أستاذ أشرف؟ كان تقصد تعديل على مستوى الرئاسة؟ نعم نعم نعم، هذا ما سيبدأ الحديث عنه خلال الفترة القادمة، وهذا ما سوف تكون عنده الوسطات، لأن هناك أطراف ترفض الذهاب إلى الأمام ما دام عبد الحميد الدبيبة موجود على رئاسة الحكومة، وهناك بالمقابل عبد الحميد الدبيبة لا يريد التقدم إلى الأمام وفشل في عدة مراحل حتى في الوعود السابقة بإجراء الانتخابات. في البداية تبناها بشكل كامل وأعطى لها موعد، وبعدها تملص منها وبدأ يهاجم في خالد المشري وعقيلة صالح بأنهم لا يريدون وضع قاعدة دستورية. هنا التساؤل الحقيقة، لماذا وعدت منذ البداية أنك سوف تجريها في شهر 6 إن كانت العملية بيد المجلسين أو بيد خالد المشري أو بيد عقيلة صالح؟ فبالتالي هذا التبدل في المواقف، هذه الربكة التي تظهر في تصرفات الرجل. علني أعطيكم مثال أخير حدث خلال هذا الأسبوع، عند تسمية باتيلي المبعوث الجديد للأمم المتحدة ولم تعترض أي دولة من دول 15 في مجلس الأمن، اعترضت حكومة الوحدة الوطنية بشكل رسمي وبشكل مكتوب وقامت بتوثيق هذا الاعتراض. يبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث بهذا الاعتراض، وقد ذهب في تسمية باتيلي وتم تأكيده بالأمس. اليوم يخرج رئيس الحكومة في تغريدة ويرحب بهذه التسمية. هذا غريب الحقيقة، إن كنت تعترض بشكل رسمي وبشكل مبدئي ولديك أسانيد، اليوم الترحيب غير مبرر. قد تبدي امتعاضك من إصرار الأمين العام بهذه التسمية وتتمنى للرجل التوفيق في مهمته، ولكن من الناحية السياسية لديك تحفظات. ولكن أن يتبدل هذا الموقف بين عشية وضحاها يعطي رسالة بأن لا مواقف سياسية صلبة، لا مواقف سياسية مستندة إلى أساس صحيح، كلها عبارة عن قفزات بهلوانية، وهذا لا 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 يمنح المتلقي أو المواطن اللي بالثقة في أي تصريح يصرح به هذا المسؤول. وين ترى أستاذ أشرف أن هناك رابط بين الاعتراض على تسمية المبعوث الأممي وعدم ربما نية الحكومة في دعم مشروع الانتخابات؟ يعني أين تجد هذا التقاطع؟ لا، أنا ما لم أربط عدم رغبة الحكومة في دعم الانتخابات مع اعتراضها على المبعوث، لم أربط. أنا أعطيت مثال فقط على الارتباك في المواقف وفي التصريحات. طيب، هذه أمثلة تعطي المتلقي دليل بأن من يطلق هذه التصريحات غير جدي. طيب أستاذ فيصل الشريف، إذا كنت في الاستماع الآن، فيما يتعلق بعلاقة حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها على وجه الخصوص بدولة تركيا، تبدو العلاقة ملتبسة شيء ما. يعني هل مسألة عدم ثقة الجانب التركي في نية رئيس الحكومة في الذهاب نحو الانتخابات، غياب الثقة في هذه المسألة، هل هي وراء هذه العلاقة الغير واضحة ربما؟ لا، ربما أشوف يعني خالد، يعني ربما إلى حد كبير إذا صح لي أن أخمن في أو أفكر بشكل أكثر عمقا،
ربما يعني السيد دبيبة حتى فيما أشار إليه الأخي أشرف فيما يتعلق بمسألة تضارب المواقف، في أنه في البداية أن هناك اعتراض ثم أنه بعد ذلك رحب، فأعتقد ربما تكون أن هناك دولة مثل تركيا، يعني أي دولة من الدول الضاغطة والتي تملك يعني التأثير على رئيس الحكومة وعلى الحكومة، أنها هي من مارست الضغط وطالبته بموقف وأن يتراجع عن موقفه الرسمي. وللأسف يعني إلى حد كبير نحن لا نستطيع أن نتحدث عن مؤسسات يعني تملك السيادة والشرعية التامة وتملك القرار الكامل في ليبيا اليوم، هذا طبعا لا يمكن لنا يعني أن نسوقه بأي طريقة ولا بأي حال من الأحوال، ولأن الأصل أن الحكومات الشرعية متى كانت هناك سيادة حقيقية للدولة، فمثل ما فعلت العديد من الدول ومنها السودان عندما يعني عبرت عن عدم رغبتها في بقاء مبعوث دولي أو موظف دولي، برسونا نون غرادا مباشرة تقول له أنت غير مرحب بوجودك أو عليك أن ترحل. يعني إذا كانت هو أستاذ أشرف حتى نبتعد كثيرا وراء هذه النقطة، هو ربما تغيير الموقف من الرفض نعم. إلى القبول ليس بالضرورة أن يقابل ترحيب في النهاية، حتى التزام الصمت ربما يكون كافي لتغيير الموقف، لكن الذهاب إلى مستوى الترحيب هذا ما استخدم الأستاذ أشرف كاستدلال. على كل حال أنا سأعود بك لتساؤلي، يعني فيما يتعلق بدعم تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا اليوم، إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية تعتبر أن تركيا شريك وتتعامل معها وفق هذا الوصف، لماذا لا تجد منها نفس الدعم اللي كانت تقدمه تركيا لحكومة الوفاق الوطني سابقا؟ لا شوف، إلى حد كبير أنا لم أختلف كثيرا يعني مع، أنا بالعكس أنا خمنت في ردة الفعل هذه، كيف لماذا كانت ردة الفعل ولماذا طلب منه موقف حتى يلغي الموقف السابق، لأن الموقف السابق لا زال عالقا وموجود وهو رفض اعتراض على هذا المبعوث، فيجب أن يواجه هذا الاعتراض، كي يلغى هذا الاعتراض أن يكون هناك ترحيب ولو عبر تغريدة يعني في النهاية من رئيس الحكومة. المهم يعني فيما يتعلق بالموقف التركي خالد، يعني أعتقد أن تركيا لا تهتم كثيرا بمسألة يعني أن تكون هناك تسوية سياسية قريبة، لأنها تعرف أن يعني مسألة التوافق على المضي للانتخابات والوصول لقاعدة دستورية والتوافق على القاعدة الدستورية أنها مسألة شائكة جدا، وأن أطرافها ليسوا أطرافا محليين وإنما المعادلة إقليمية دولية، وأنه يجب أن يحدث هناك توافق مع بين الدول المتضاربة المصالح في ليبيا، ومنها مصر ومنها روسيا كما أشرنا وفرنسا، عديد الدول التي يعني لا يمكن أن تتفق مثلا مع تركيا لأن المعادلة دولية بامتياز وأطراف المحلية يعني إلى حد كبير أطراف هشة لا تملك قرارها. لكن المسألة أن تركيا تهتم في الاتجاه الأصلي هو أنها بالفعل أن تركيا لديها اتفاقية أمنية ذات طابع عسكري وتريد أن تحافظ على المناطق التي تتواجد فيها ولديها نفوذ فيها وهي المنطقة الغربية وخصوصا طرابلس العاصمة، وأن أي توتر على مستوى طرابلس لمصلحة الأطراف الأخرى هي لن تقبل به وتريد أن يبقى الاستقرار الأمني لحد كبير، وهذا ما نشهده اليوم من محاولة لضبط المنظومة الأمنية في طرابلس اليوم ومحاولة يعني إحداث العديد من التحركات في اتجاه تحسين المنظومة الأمنية وضبطها بشكل أكثر يعني تناغما وأكثر انسجاما مع الموقف التركي وطريقة التعامل للحليف التركي مع القوات المنضبطة والموجودة اليوم، لأن المعادلة العسكرية تغيرت على الأرض في طرابلس. إذن يجب أن نقول ربما في المجمل أخي خالد أن الموقف التركي اليوم من مصلحته شيء واحد، المحافظة على استقرار العاصمة طرابلس. من يتواجد اليوم في العاصمة طرابلس هي هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الوحدة الوطنية رئيسها جاء ضمن قائمة، هذه القائمة هي قائمة جنيف، هي القائمة التي نتحدث فيها عن مخرجات اتفاقية جنيف، وبالتالي ربما تبديل رئيس الحكومة بأي طريقة أخرى، يعني تبديل رئيس الحكومة هو يعني مساس باتفاقية جنيف، لأن أحد مخرجات اتفاقية جنيف هي رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي الثلاثي، وبالتالي أي مساس يعني بهذه التشكيلة ربما يعني إلى حد كبير سيواجه صعوبة كبيرة
يعني هذا إذا وجدنا مقاربة أصلا يوافق عليها الطرف الآخر وأقنع بها الطرف الآخر، وكذلك التوافق حول شخصية أخرى بديلة، ربما مثل ما طرح أخي أشرف أن تكون هناك شخصية بديلة، إذن أنت تتحدث بشكل أو بآخر عن حكومة جديدة ما دمت تخليت عن هو أنا ما زلت أقف على أنت تتحدث عن حكومة جديدة على يعني مكمن الفكرة في إجابتك على السؤال، لأن اليوم لو عدنا للتساؤل حول تناسب طبيعة العلاقة بين الجانب التركي وحكومة الوفاق الوطني سابقا والعلاقة بين الجانب التركي وحكومة الوحدة الوطنية اليوم، ستجد بأن ربما الحالة مختلفة. فيما سبق في حالة حكومة الوفاق الوطني الجانب التركي وصل إلى مستوى الدخول في حرب لدعم الطرف اللي يرى بأن يتمتع بالمشروعية الكاملة، هل يتناسب الواقع الحالي اليوم مع ما كان في تلك الفترة؟ لا، هو إلى حد كبير تركيا عندما دخلت يعني ودخلت كحليف عسكري مع حكومة الوفاق كان هناك عدوانا من الطرف الآخر المناوئ للمصالح التركية والممثل للمصالح المصرية. لو أنك رأيت أيضا حتى هذا العدوان الذي حصل، ربما يعني إلى حد كبير هناك قوى التي اعتدت مثل جويلي باشاغا إلى حد كبير، هم يعني إلى حد كبير يعني يحظون ربما بتوافق كبير مع 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 السلطات التركية والحليف التركي ولا يعتبرهم عدوا. ولكن لو رأيت لو أن من تقدم في اتجاه طرابلس هو حفتر وقوات تابعة لخليفة حفتر، فستجد أن تركيا ستتصرف ذات التصرف الذي تصرفته في نهاية واضح تماما. نبقى معي عندما كانت سندا عسكريا قويا وتطبيق الاتفاقية الأمنية التي أبرمت مع المجلس الرئاسي وقتئذ. دكتور محمد فؤاد، زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد بيبة للرئيس التركي صحبة محافظ مصرفي بالمركزي، هل تعتقد أن لها دلالات معينة ربما في أبعاد سياسية غير سياسية أم أن الموضوع الأبعاد الاقتصادية المعتادة؟ يعني العلاقات الاقتصادية مع تركيا مهمة، والموضوع الاقتصادي كما يعلم الجميع مهم جدا بالنسبة للأتراك، فبدون شك حضور محافظ مصرفي بالمركزي له هذه الأهمية، ولكن ما عندهاش تلك الأهمية السياسية الكبرى يعني في هذا الموضوع. الموضوع مجرد موضوع اقتصادي. أنت تحدثت الآن، أنا نشوف فيك تتساءل عن العلاقة المقارنة بين العلاقة بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية مع تركيا. في الحقيقة اللوم هنا يأتي على حكومة الوحدة الوطنية. الأتراك يعني التنسيق كان مع حكومة الوفاق أكبر بكثير جدا من التنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية. وأنا ضربت مثال على سبيل المثال يعني باللي صار في المؤسسة الوطنية النفط. الخطوات اللي قامت بها الحكومة في الوصول إلى تسمية رئيس جديد للمؤسسة الوطنية النفط يعني لم يسأل فيها الأتراك أو لم يأخذ فيها رأيهم أو لم يستشاروا في هذا الموضوع، والأتراك يعني فوجئوا بهذا الأمر. هذا موضوع يمس الأتراك في مصالحهم المباشرة. يعتقد الأتراك أن كان على الأقل مفروض إبلاغهم أو استشارتهم في هذا الموضوع، وهذا لم يحدث، ولذلك كان الأتراك مستائين من هذا الأمر. وفيها عدة نقاط شبيهة وقريبة من هذا الأمر بنفس الطريقة. عدم التنسيق الجيد مع الأتراك يجعل الأتراك اللي يشعروا بأنهم حليف مهم للحكومة يشعرهم ببعض الحرج، يعني لأن المفروض أن تكون العلاقة أقوى من هكا مما يحدث الآن. هذا هو سبب الفرق يعني اللي في ظل حالة صراع سياسي محتدم بين حكومتين اليوم في ليبيا، ما الذي يجعل أي من الحكومتين يحدد شكل علاقة ملتبسة مع الجانب التركي وهو طرف أساسي في المشهد الليبي اليوم؟ الواقع هو ما يقدم هذا الوصف. شوف، أنا لا أرى حكومتين الآن في ليبيا. في ليبيا في حكومة واحدة، الحكومة الثانية انتهت ومحاولة إحيائها صعب جدا، وأول ناس تعرف هذا هو فتحي باشاغا. يعني لا توجد حكومة أخرى. صحيح هناك علاقات سابقة لرئيس الحكومة مع الأتراك، ولكن الأتراك مستائين جدا من فتحي باشاغا أكثر بكثير منهم مستائين من عبد الحميد بيبة. فتحي باشاغا اللي هو المفروض حليف أساسي لتركيا أتى بمشروع مصري خالص ومشروع فرنسي. يعني تحدثنا كثيرا عن لقاءات فتحي باشاغا بالفرنسيين، وأن برنارد ليفي قال أن الهدف الأساسي لي هو إخراج الأتراك من ليبيا وغيرها من هذه الأمور. لقاءاته مع المخابرات المصرية، كل هذا يعني يجعل فتحي باشاغا يعني ما نقدرش نقول غير مرحب به، ولكنه بعيد جدا من الأتراك الآن. ثم في هذا المعطى يطمئن الدبيبة إلى حد يجعل غير مضطر إلى الذهاب بعيدا في بناء علاقة واضحة مع تركيا. لو اعتقد عبد الحميد دبيبة أن ما حدث هو في مصلحته الشخصية، أعتقد أنه هو مخطئ. يعني سواء النصر العسكري اللي صار أو النوع من النصر السياسي اللي حصل في تركيا، لو اعتقد السيد عبد الحميد أن هذا هو نصر شخصي ليه،
أعتقد أنها سيرتكب خطأ كبير جدا. أستاذ أشرف الشحي، إذا كان الواقع على الأرض اليوم يقول بأن الوضع استتب لحكومة الوحدة الوطنية بدرجة لا يمكن معها أن تختل موازين القوى مرة أخرى، ما الذي يجعل هذه الحكومة جادة في الذهاب نحو البحث عن خارطة الطريق السياسية تحدد نهاية لولايتها؟ لا، قبل ما نجاوبك على هذا السؤال نبي نعلق على كلام قال أخي فيصل. نعم. فيما يتعلق بقصة تغيير الموقف فيما يخص المبعوث الأممي، وأنه توقع أن هناك ضغط تركي على رئيس الحكومة كي يغرد بهذه التغريدة بعد رفضه السابق، هذا الحقيقة يجعلني أستاء كثيراً، لأن رئيس حكومة أو مسؤول دولة مهما كان مستوى التحالف أو مستوى العلاقات لا تصل إلى مرحلة التبعية، أن حليفي يفرض علي مواقف معينة وأنا أتخذها دون أن أخرجها إخراجا سياسيا يمكن قبوله ويمكن تفهمه. بالتالي الحقيقة فيصل لو كان كلامك صحيح أعتقد أنك أنت ضريت عبد الحميد الدبيب الليلة وطلعت تابع ويتلقى أوامره من أردوغان. أتمنى أن لا يكون هذا هو الموقف الحقيقي، وأعتقد أنك تكهنت تكهن فقط، لا أعتقد أنها معلومة. عموما يتوهم الحقيقة من يعتقد أن الوضع أو الخارطة الأمنية اليوم في طرابلس هي تمكين لحكومة عبد الحميد الدبيب واستقرار، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتحرك سياسيا للإيفاء بالالتزامات، والالتزام الأكبر هو إجراء الانتخابات. اليوم الخارطة الأمنية في طرابلس خارطة خطيرة جدا، لأنها ليست مستقرة أو متحدة في موقف واحد. غالبية من رفضوا مشروع صفقة باشاغة وتزوير حكومته ليسوا بالضرورة داعمين لشخص عبد الحميد الدبيب، قد يكونوا من الناحية الظاهرية داعمين للحكومة. ولذلك أنا أقول أن الفترة القادمة يجب أن نفرق ما بين الحكومة وشخص رئيس الحكومة، لأنه قد نصل إلى مرحلة إن كان رئيس الحكومة سبب في مشكلة عدم الوصول إلى الانتخابات أو عدم الوصول إلى خارطة سياسية يمكن لغالبية الأطراف أن تقبلها، يمكن البحث عن تعديل، ليس بالضرورة حكومة جديدة كما ذهب فيصل، لا، ممكن اختيار أحد أعضاء هذه الحكومة لرئاستها بشكل مؤقت لكي تكون حكومة تسيير أعمال ونذهب إلى تنظيم الانتخابات. ربما تكون هذه أحد الحلول، وهذا الحقيقة محل نقاش وسوف يكون مطروح على الطاولة خلال الفترة القادمة، وهو مطروح فعليا على المستوى الدولي. هناك تفكير جدي بأن لو كانت المشكلة في شخص رئيس الحكومة ورفض رئيس الحكومة ليس من الطرف الآخر حفتر وعقيلة، لأن حفتر وعقيلة سيرفضون الجميع، ولكن هناك طيف حتى في المنطقة الغربية ليس راض عن استمرار الحكومة بهذه الطريقة، هناك العديد من الآراء المختلفة. لذلك للوصول إلى توافقات، الوصول إلى حلول وسط بهدف تحقيق الانتخابات، يمكن الحديث عن إجراء بعض التعديلات، إجراء بعض الحركات السياسية التي تنشط الجو السياسي وتجعله أكثر ملائمة لإحداث تغيير بهدف الوصول إلى الانتخابات. لكن قبل الحديث عن قبول أو عدم قبول رئيس الحكومة لمثل هكذا حل، ألا يجب البحث في مسألة من ينتج هذا الحل أو من يطرح هذا الخيار حتى نصل إلى مستوى هل يقبل دبيبة أو يرفض؟ لا، صحيح، قصة قبول عبد الحميد دبيبة أو رفضه هذا يعتمد على القاعدة التي يرتكز عليها. في الفترة الماضية كان عبد الحميد دبيبة يرتكز على رفض الكل لمشروع صفقة باشاغة حفتر عقيلة، ولكن هذا الكل الذي كان يرفض هذه الصفقة اختل بشكل أو بآخر عندما عقد عبد الحميد الدبيب صفقة مع حفتر لتسمية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وكانت هناك العديد من الإجراءات الأخرى ولكنها توقفت خوفا من إحداث ربكة في هذا الصف. اليوم بعد انتهاء حكومة باشاغة أو محاولة باشاغة
يعود النشاط لمحاولة إجراء صفقة جديدة بين عبد الحميد دبيبة وخليفة حفتر. هذه الحقيقة سوف تكون قنبلة موقوتة في وجه عبد الحميد دبيبة، لأنه سوف تظهر أن هناك طيف واسع سوف يرفض هذا النهج، لأن هذا النهج الهدف منه هو تثبيت منظومة الحكم الحالية وإبعاد الناس عن الانتخابات. اليوم لا يمكن قبول أي حديث إلا خارطة واضحة للوصول إلى انتخابات. لا يمكن أن نستمع إلى عبد الحميد دبيبة يقول والله في خارطة، لا، اليوم يجب أن يظهر بشكل دقيق وتفصيلي ويعطي أدلة وبراهين على أن هناك إجراءات لإجراء الانتخابات. طيب. على الأقل خالد. طيب أستاذ فيصل الشريف، إضافة إلى رد، أنا متأكد أن عندك تعقيب، لكن إضافة إلى ذلك، الحديث عن خارطة الطريق الآن هل هو حديث واقعي وممكن وفق النتائج الزيارة الآن وما وصلت إلى المباحثات وهذا الغموض وعدم الوضوح، أم أن ربما هذا الحديث يأتي فقط لمحاولة فرض واقع جديد أن الحكومة الموجودة في طرابلس قابلة لخارطة الطريق تفضي إلى انتخابات لكن لا يمكن الوصول لإجراء الانتخابات لأنه لا يوجد من يقوم بهذا الدور إنجاز المهام التي يمكن معها إجراء هذه الانتخابات؟ له في البداية رد صغير على أخي أشرف. يعني أنا ابتدأت كلامي بأنه إن صح لي أن أتكهن سياسيا، نعم، باختصار أستاذ فيصل معنا دقائق فقط، على غيري لا يحمل، نعم لا يحمل كلامي غير على غير محمله، لأن في العرف الدبلوماسي وطبيعة العلاقة التي تربط الحليف التركي مع الحكومة الوطنية في ليبيا في الغرب الليبي ربما تعطيها أحقية ممارسة الضغوط، والدول يعني تتعامل مع بعضها في تمرير يعني أمر سياسي معين أو رفضه، أنها تتعامل مع بعضها سياسيا في أنها تطلب من هذه الدولة أو من تلك الدولة على صعيد مجلس الأمن أو على صعيد يعني رفض أو القبول بالتعبير بموقف سياسي معين. هذا موجود، وهذا يعني ضمن يعني وفقا للتعاملات والعلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول موجود، والعلاقة الوطيدة التي ما بين الحكومة التركية ما بين السلطات التركية وحكومة الوحدة الوطنية ربما تعطيها هذه الميزة. طريقة الإخراج جاءت بتغريدة من رئيس الحكومة الوحدة الوطنية ولم تأتي بموقف رسمي آخر معادل، هذا شأن هذه الحكومة، ربما كان يجب عليها أن تعبر بموقف آخر أو أن هي اختارت هذا الأمر، لكن أنني أنا أضرها أو لا أضرها فما أنا إلا متحدث يعني ويعني فما طيب. أنا إلا متحدث عبر واضح التعقيب يعني أستاذ فيصل، ليبيا الأحرار كمواطن أعبر عن رأيي ولست أتبنى مواقف الرسمية. لكن مسألة أخي خالد، مسألة الحديث عن أي إمكانية للذهاب، وتحدث فيها أخي أشرف للذهاب في مسألة يعني اعتماد خارطة سياسية جديدة أو المضي نحو الانتخابات، أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية حتى وإن صرح رئيسها بهذا في هذا الإطار فهو تصريح سياسي دبلوماسي ليس أكثر، لأن حكومة الوحدة الوطنية ليست معنية بأن تضع خارطة طريق أو يعني أن تضع قاعدة دستورية، هي عبارة عن لها وظيفة حيوية تنحصر في دعم العملية الانتخابية دعما لوجستيا وماديا، وليس لها يعني أن تقوم بأدوار أخرى هي مناطة بالبرلمان الليبي. هذا إذا اعتبرنا أنها جسم تنفيذي فقط، لكن في وسط أزمة سياسية قد تتجاوز توصيف هذه الحكومة أنها جسم تنفيذي وتصبح طرف سياسي، يعني الحالة تصبح مختلفة. لا، لكن ما الذي تستطيع أن تنتجه؟ السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، هل أن حكومة الوحدة الوطنية تستطيع أن تلعب الدور المتعلق باعتماد قاعدة دستورية ليس من اختصاصها، وهل إن اعتمدت ذلك الأمر ستستطيع أن تمر به قدما نحو الأمام؟ لن يقبل لها لا البرلمان ولا المجلس الأعلى للدولة. لهذا أعود وأقول لك يا خالد أن أي مقاربة لا تكون يعني بين أطراف الصراع، معادلة الصراع الحقيقية على الصعيد الإقليمي والدولي، لن يكتب لها النجاح، لأن ببساطة حكومة الوحدة الوطنية وإن كانت طرفا اليوم من أطراف الصراع إلا أنها لا يمكن أن تملك مفاتيح اللعبة لوحدها. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الحكومة سواء كانت جسم تنفيذي أو طرف سياسي؟ هذا يظل سؤال مطروح في قادم النقاشات، بالتأكيد هذا الموضوع سيظل دائما حاضر في النقاش في حوارية الليلة، لكن في هذه الحوارية تحديدا وصلنا للختام. أشكرك ضيفنا من طرابلس أو من وصراتة عفوا الأكاديمي والمحامي
فيصل الشريف. الشكر أيضا موصول لضيفنا من روما المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، وبالتأكيد الشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد فؤاد. شكرا جزيلا لكم جميعا، والشكر في الختام لكم أنتم السادة المشاهدين، في أمان الله تعالى.